اهلا بحضراتكم من جديد. والحقيقه يعني يمكن هبتدي مع دينا عمرو. دينا انتوا طبعا تليفوناتكم مع بعض، بتخرجوا مع بعض، اكيد 80% من كلامكم عن الباسكت. 100% بتقولوا ايه؟ 100% مش 80. ايه اللي بتقولوه؟ والله يا كابتن هيثم، هو يعني بصراحه انا في كده كام واحده من صحابي دول رايهم ده اساسي، بلس مودي وماما، دول اهم رايين بصراحه في حياتي. كباسكت بول ولا كباسكت؟ الحياه لا يعني لا في الحياه هو مودي وماما بصراحه، وكباسكت هما اتنين تلاته، وماما ومودي برضو في الاخر. طب بيني وبينك كده يعني لما بيبقى في صفقه جديده في الباسكت عندكم، في صفقه جديده في الفريق الولاد، تقعدوا تتكلموا مع بعض، ايه رايك ايه بتاع، طب ده ياخد رايك؟ في الاغلب عشان مثلا بنشوف هو يعني الوقت ده النادي محتاج ايه، فده اكيد هيبقى تدعيم لينا. يعني مثلا احنا بالنسبه لنا كبنات من سنتين بالظبط كان عندنا ناس بطلت، كانت سهيله وساره وكده كذا حد، وريم موسى مشيت وسابت النادي وكذا حاجه، فجبنا بدلهم منار وسريه وكده، فدول اكيد برضو عملوا تعويض وفرق بالنسبه لهم، برضو هو بيبقى نفس القصه، نفس الكلام برضو مشي كذا جه كذا. قبل ما تخسري ماتش ولا حاجه بتكلمي مودي خاصه لو كان بيتفرج؟ بصراحه اول حاجه هو بيبقى شايل هم الماتش ده جدا، لو لعبت وحش ده اخر ماتش ليكوا على فكره، ماتش هليوبوليس. لا والله الحمد لله الماتش ده كنت لعبته حلو يعني ما شاء الله. طب هو بيقعد يكلمك بقى يقول لك ايه الوضع والدنيا ايه؟ يعني بصراحه يعني انا الماتش ده بصراحه انا كنت بلعب حتى بداية عندي فيرست ديجري مزق في اماميه، يعني حضرتك بس كان ماتش مهم طبعا، فكان لازم ان احنا نكمله. بس بتقولي اديتي كويس الحمد لله. الحمد لله كنت كويسه طبعا. انا بعد الماتش ماما ما كانتش جت، فلو ماما مش موجوده مودي موجود، لو مودي مش موجود ماما مش موجوده، فلازم في حد بيعوض تاني بالظبط. فطبعا لا هو بصراحه حتى ما بيجي يكلمني ويناقشني في حاجه يبقى دايما الوحش قبل الحلو، يعني 100% من كلامكم باسكت. دي حاجه يعني حاجه مبشره بس دايما جداً. الوحش بيبقى قبل الحلو، علشان الحلو كده كده ده معروف طبعًا. بس الوحش هو اللي هيطور مني وهو اللي هيخليني دايما في احسن طبعًا. فهو عشان كده بصراحه هو دايما فوق دماغي. بس مش طبعًا. بيأثر بس مودي مش هتبقى الموضوع كله باسكت مودي، يعني مش كله برضه، مش 100% مش الدرجات دي. الاوف سيزون بقى عادي ما بيبقاش فيه باسكت، يعني خروج مثلا لو هو بقى مبسوط جدا وموده مبسوط وفرحان وكسبان. لا والله خالص. بس لا بقى الدنيا بتبقى حلوه، وخصوصا بقى لو فاينل دوري او كده بتبقى احلى ايام حياتي. طب مودي يعني